بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثالثة من المحور الأول. The specific objectives of this lecture are the following: types of loading, examples of loading types, and finally types of supports and related reactions. نبدأ بما انتهينا به في الفيديو السابق، وهو أنواع التحميل على حسب أنواع الأحمال الداخلية. فالنورمال فورس هي القوة العمودية على مساحة المقطع، هنا معانا الـ N. فلو كانت الـ N في اتجاه الـ X موجب تكون تنشن، ولو كانت في اتجاه الـ X سالب تكون الـ N كده، فتكون المادة مضغوطة ينتج عنها كومبريشن. أما بالنسبة للـ V، فالـ V هي قوة مماسة على مساحة المقطع، فسواء كانت في اتجاه الـ Y أو في اتجاه الـ Z موجبة أو سالبة فينتج عنها قص الشير. بالنسبة للتورك، العزم العمودي على المقطع اللي هو طبعا يرسم بالعزم يرسم بسهم دبل، هذا الـ T ينتج عنه إيش؟ ينتج عنه دوران أو التواء حول محور عمودي على مساحة المقطع، وبالتالي ينتج عنه التواء. أما بالنسبة للأمبي، الأمبي وهو عزم عمودي، عفوا عزم مماس للمقطع، فينتج عنه دوران حول محور مماس للمقطع، وبالتالي ينتج عنه اللف، ما يسمى بالبندنج، سواء كان حول أو في اتجاه الواي في اتجاه الزد موجب أو سالب. هذه بعض الأنواع من أنواع التحميل. هنا الكيبل مشدود فعندنا تنشن، هنا أيضا الكيبل السلسلة مشدودة فعندنا تنشن، هنا عندنا كومبريشن المادة مضغوطة، هنا معانا التورشن ينتج عنها تويستينج الالتواء، هنا أيضا هنا معانا البيندنج وهو الانحناء، صارت هذه منحنية، هنا أيضا هذه بتصير منحنية جراء الفورس اللي هنا، فهذا بيكون بيندنج. أيضا هنا بيكون معانا شير، هنا هذا المسمار جراء الفورس بي أو الحمل، هذا المسمار بيصير عليه إيش؟ بيصير عليه subjected to shear، عليه قص، تمام؟ عليه القص. هنا أنواع supports وأنواع reactions. نبدأ بالنوع الأول cable، ينتج عنه force قوة الشد في اتجاه الثيتا نفسها، قوة الشد في الكيبل. ثانيا roller، فيكون معنا unknown إلا الـ F في اتجاه الـ X. ليش؟ لأنه الحركة ممكنة في اتجاه الـ Y، فما في ردة فعل في اتجاه الـ X، الحركة في اتجاه الـ X فما في ردة فعل، ولكن ردة الفعل تكون في اتجاه الـ Y. بالنسبة للـ Smooth Support أيضا reaction في اتجاه الثيتا. بالنسبة للـ External Pin، الـ Solid هذا ممنوع من الحركة في اتجاه الـ X والـ Y، وبالتالي ينتج عنها reaction على الـ X وreaction على الـ Y. بالنسبة للـ Internal Pin أيضا نفس الشيء، ينتج عنها رياكشن في اتجاه الـ X والـ Y. بالنسبة للـ Fixed Support، عند هذه النقطة السوليد ممنوع من الحركة في اتجاه الـ X وفي اتجاه الـ Y، وممنوع أيضا من الدوران في اتجاه أو حول Z، فينتج عنه عزم ورياكشن في اتجاه الـ X ورياكشن في اتجاه الـ Y.